أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عبو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. هو يوم 2 أبريل، هو اليوم العالمي لاضطراب التوحد، جورني انترناسيونال دي تروبل دو لوتيزم. والشاط اللي يعطينا الحل، حكايات فيها عبرة حكمة. اليوم نتحدث عن العالم عمر الخيام، هو غياث الدين أبو الفتح عمر الخيام المعروف باسم عمر الخيام، عالم وفيلسوف وشاعر فارسي مسلم. اليوم يا أحبائي رانا كامل هنا باش نحتفلوا بالعيد الرابع لحصة مع عمو يزيد. اليوم عيد ميلاد حصتنا، بما أننا في فصل الربيع وكامل، عمو يزيد دلكم أغنية نتغنى فيها بالبستان. البستان البستان فيه خضرا وأزهار، فيه سياج قرب الدار. وانتم يا أحبائي إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم إلا تراسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمويزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمويزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمويزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل حصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد.